أنا حقيقة في البداية أود أن أسألك، أنا لم أفهم كيف يحكم على الرئيس دكتور محمد مرسي بالسجن المؤبد وفي نفس الوقت يحكم عليه بالبراءة في نفس القضية، أنا لم أفهمها. طيب، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله السلام والصلاة ورحمة الله. والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية ليك يا أستاذ زياد، تحية لضيفك الكريم الدكتور عزام التميمي ولقناة الحوار ومشاهديكم الكرام. الحقيقة إنه النظام منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن يتبنى خط ألا تتم تبرئة ساحة الرئيس بشكل كلي، ولذلك كان يضيف تهمة الانتماء لجماعة محظورة إلى كل التهم إلى كل التهم في كل القضايا، بحيث إذا عجز عن تكييف أي تهمة فتصبح تهمة الانتماء لجماعة محظورة يحكم فيها بالسجن المؤبد. الحقيقة إنه بمناسبة أن الرئيس حاز حكما بالسجن المؤبد لإدارته جماعة محظورة، هذه الجماعة المحظورة كان يتردد على مقراتها قادة الجيش. هذه الجماعة المحظورة مرشحها في الانتخابات الرئاسية فاز بثقة المصريين ونصب رئيسا وعزل وزيرا للدفاع وعين آخرا، وكانوا يؤدون له التحية العسكرية مع علمهم بدوره في إدارة هذه الجماعة. الحقيقة إحنا أمام حالة من الهزل والفشل الواضح لهذه السلطة التي تعتمد سياسة الانبطاح، سواء في السياسة الداخلية في مصر أو مع العدو الصهيوني أو مع النظام العالمي. وبالتالي ما حدث اليوم من إجرام هو متسق مع الطبيعة العامة للنظام الموجود حاليا في مصر بعد الانقلاب العسكري. طيب، كلمة باختصار توجهها للرئيس الدكتور محمد مرسي بهذه المناسبة اليوم ونحن في 13 من رمضان المبارك. والله يعني ما بيننا وبينه من كأسرة يعني من تفاهمات أكبر من مجرد كلمة أوجهها إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامه وقيامه. إحنا عاهدنا الوالد على أن يعني إن خضع بنا البحر لخضناه معه، ولا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن قلنا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. بإذن الله سبحانه وتعالى لن تكون يوما أسرة الرئيس طعنة في ظهره أو يعني ضعفا في مساره أو في مواقفه. نسأل الله له تعالى أن يثبته على الحق وأن يقوي عوده وأن يعني يصلب قامته وأن يجعله دوما لسان حال الصالحين والمناضلين في الأمة الإسلامية والعربية كلها. آمين. أشكرك جزيلا السيد أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي، كنت معي من القاهرة دكتور.